لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اهلا بكم مشاهدين الكرام، تحية من القلب لكم جميعا. دائما في مطبخ كائنة الافضل سوف نقدم لكم اليوم كل ما هو جديد ورائع. سوف نقدم لكم حلو البسكوت بجوز الهند والفارميسال بطريقة رائعة وجميلة، تابعنا للنهاية دائما انا الافضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة بالبسكوت السادة من غير فرن، وحاجات متوفرة عندنا في البيت. معانا بسكوت سادة، اي بسكوت نوعيته كويسة، ومعانا الوان فارميسال، ومعانا جوز الهند، ومعايا 3 معالق كاكاو و 3 معالق سكر وكوباية لبن. هنكسر البسكوت تكسير خشب مش ناعم، هنكسر البسكوت هنضيف عليه 3 معالق من الكاكاو، و3 معالق من السكر، وكوباية لبن، ونقلب فيهم. زي ما شايفين حضراتكم هنقلب المكونات اللي حطيناها، 3 معالق كاكاو و3 معالق سكر وكوباية لبن، وافضل اقلب فيهم. لو محتاج الخليط لبن تاني ممكن اضيف له. اقلب في المكونات هقطع العجين على شكل كور بحيث يكون شكلها روعة وجميل.
زي ما شايفين حضراتكم، بس هبل ايدي نقطة من الزيت عشان ما تلبكش في ايدي، واكور زي ما حضراتكم شايفين شكلها روعة وجميل. زي ما حضراتكم شايفين هزين الكور دي بجوز الهند والوان فرمسال، شكلها جميل وروعة. وهعمل الكمية كلها كور وهزينها بجوز الهند وألوان فرمسال، وبالهنا والشفاء.